لنعرف أكثر مع جوزيان بولوس وبرونو جعارة. لترينو دو بير نويل 2 ديسمبر كانون الأول على مسرح مونو. أهلا وسهلا فيكم. مرسي. صباح الخير. مرسي. يعني بالفعل نتنفس الصعداء بس نحكي عن المسرح، يعني ونحس أنه إعادة هيكلة وبناء المسرح من أول وجديد. مسرح مونو طبعا الفضل إليك جوزيان وفريق عمل كبير معك طبعا لإعادة إحياء هالمسرح، عم نسمع فيه مؤخرا كتير مع كمية كبيرة من المسرحيات. لترينو دو بير نويل اللي هي مسرحية لنويل، بس مش بس للولاد، للكبار كمان، لأن بتتناول مواضيع الكبار بيهتموا فيها. بس الكبار ولا الولاد كمان؟ لا، كل اللي هي المكتوبة بطريقة انه الاهل ما يزهقوا. نعم. مكتوبة بطريقة مسرحية عادية، يعني انه صحيح هي بتتناول مواضيع بيحبوها الولاد، بير نويل واشياء هيك، بس القصة كل القصة وكل طريقة العمل والاخراج تبع برونو وكل شيء معمولين بطريقة مسرحية رسمية. يعني مش بس بيفوت واحد لبس كوستيوم وبيحرك. كتبتها من 17 سنة؟ كتبتها من 17 سنة. ليش اليوم؟ كنت بتركيا وانكسر اصبع اجري. نعم. وما عاد تقدر اتحرك. يعني من 17 سنة. فكنت قاعدة بحد البيسين كل الوقت، نزل الوحي هيك بوف علي، طلبت من الجرسون هنيك يجيب لي، تعرف هدول الوراق بيحطوهم تحت وبلشت اكتب 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 شي 6 ايام وانا عم بكتب بكتب بكتب، ضبيتهم هالشنطة، رجعت دقيتهم زبطتها، وكل سنة اقول هالسنة وكل سنة يصير شي. وهالسنة كنا مجتمعين أنا وبرونو عم نحكي عن مسرحية غيرة، يعني عم نتحاور كيف بدنا نشتغل سوا ونكتب، عم بيطلب مني أكتب مسرحية تيخرجها وإلى آخره. ومن اجتماع لاجتماع قلت له طيب ليش ما بنخرج هيدي لحي موجودة عندك، مانع تعمل مسرحية للأولاد؟ قريها وتحمس كتير. و برونو يعني لتتعامل مع مسرحية خاصة بنويل عادة بتكون موجهة للأطفال، يعني هون قديش التعامل لفئة عمرية مختلفة عن الأطفال لنويل يختلف؟ لأقول لك شغلة، أول شيء المسرح هو مسرح. نعم. إن كان كبار وإن كان صغار، لبقى المسرح الصغار بيتطلب تقنيات أهم بكتير من المسرح الكبار. نعم. يعني اليوم نحن إن الله راد بركي بعد شهرين في عنا كوميدي، هالكوميدي نحن عنا فول لايت، بينما هون نحن بنخلق أمبيانس للولاد لحتى الولاد يكونوا انفولفد 100% بهيدا العمل، إن كان الموسيقى، إن كان الكوريغرافي، إن كان طريقة شغل على الممثلين، إن كان تيابون، إن كان الساوند إفكتس، لأنه الساوند إفكتس بجر الولد كمان لحتى يتفاعل مزبوط ويحس حاله عن جد هو كمان بقلب العمل. فكل هالمقومات هيدولي تبع الصغار كتير قليل تشوفهم عند الكبار، إلا إذا في شيء ميوزيكل، إذا في شيء عنده كذا ديكور كذا أمبيانس، هذا غير موضوع. بس اليوم الولد بالآخر بدك تجره بكل هالعناصر هيدي، لأنه الولد هو أوديو فيزيويل، يعني إذا يمكن طارت عليه جملة أو جملتين، وبتعرف بالصالة بيكون على طول شو في شوية ضجة، بيحكوا مع بعضهم الأولاد، بيضحكوا بيتفاعلوا، فأنت ممكن تجره من خلال الديكور، الإضاءة، الساوند إفكتس، الكوريغرافي، لأنه عندنا 5 بدك تبهره ليضل لائط كل شيء. والحمد لله جوزيان عارف اللعبة كلها. نعم. حتى موسيقى، حتى دانس، حتى عناصر كتير مهمة. في عنا الكاركترات 4 يلي هن اللوتان، شغلتهم شغلة كبيرة. نعم. وبدي خبر القصة بشكل كتير سريع. بنعرف نحن ترينو دو بير نويل آخر السنة بدي يوزع الكادويات على كل الأولاد. صحيح. وترينو هو ماجيك، بيبقى يعني ما ممكن يتخرب، تخرب. أوكي. تخرب، فهون المشكلة، تخرب شو بدنا نعمل؟ عنا الميكانيسيان، عنا الميكانيسيان لوتان يلي هو كمان بيساعد على بير نويل، بس اللوتان بما انه ترينو بحياته ما بيتخرب، سافر زهق ما عم يعمل شيء، فهاللوتان اللي بدهم يساعدوا بير نويل بيروحوا يفتشوا عليه. هيدي الادفنتشر اللي بدها تصير هون لحتى يجيبوه ليرجع يصلح ترينو. برونو، يعني انا دائما عندي هذا التساؤل، اذا نفس القصة تصورت دراما ما رح تشد اذا انوجدت على المسرح، يعني بده يكون فيها قد حبكه غير شكل على الدراما، بس فيك من فكره صغيره على المسرح تعمل لوحه تشد فيها الجمهور. ما في شك، يعني عم اقول لك النص بينتقل من محل لمحل من محل لمحل، يعني نحن ما عندنا اذا بدك موقع واحد، لوكيشن واحد، عندنا 3-4-5 مواقع، هون بضل الولد على طول مسحور وعلى طول مندهش وبده يشوف شيء جديد.
مشان هيك يعني اليوم جوزيان منا عاملة لنقول ما بعرف مع احترامي لكل المهن منا عاملة بزنس وفيتة على المسرح. يعني إذا بتقرأ النص مشبعة كل العناصر المشهدية وهذا بيساعد كتير المخرج. وأنا بقول لها ميرسي على الهواء لأنه في كتير إشياء حاضرة ديجا ما بده المخرج كتير يكسر راسه يعني. أوكي رح أرجع لك بدور المخرج المسرحي. جوزيان تعودنا بكل سنة يكون في مهرجان كتير كبير للأولاد لسنوات عديدة إليك فترة غايبة. خلص وقفت كل شيء مهرجانات وإيفانتس وصلني 4-5 سنين بهتم بالمسرح بس. بالمسرح. إنه وصلت هلا لعمر معين بالحياة. متعب أكتر هيداك شيء. لا مش قصة تعب، قصة وقتها بتشتغل من قلبك خلص كل شيء بيمشي. لا. لا. مش قصة تعب، قصة إنه أنا كل حياتي الباشن تبعيتي الشغف هو المسرح. المسرح. ومن وقت ما أنا صغيرة. فوقتها وصلت من 2016 هيك كان عندي مشاكل بالشغل، بتعرف ان الناس ما بتدفع، زولات ما بتدفع، بقى الجلاده كان يعني. لا. وعيت كنيك نهار قلت انا بحب المسرح، ليش ما عم كرس حياتي كلها للمسرح؟ وهيك سكرت شركتي وبلشت اشتغل بالمسرح. هل قعدت احياء مسرح مونو؟ هيك بيقولوا. هيك بيقولوا كل يعني انا فتت على المسرح المونو يعني وقتها استاجرناه ومن الجامعه اليسوعيه جامعه الخيال واخذت الجيستيون تبعيته يعني. كان حلمي انا من زمان يكون عندي مسرح، بس اكيد ما في عمر مسرح وما في ما عندي الامكانيات. فوقتها فتت لهونيك كان عندي نظره يعني مش فايته هيك امبروفيزاسيون او ارتجال. كان عندي نظره شو كيف بده يشتغل المسرح، وكان صار لي شي 3-4 سنين عم فكر فيها يعني الفكره هون. وقتها صارت قدرت نفذت يلي كنت عم فكر. طيب ليه ما بقى تحمل المسرحيه اكثر من 10-30 عرض كحد اقصى، مع انه قبل كنا عم نحكي انا وبرونو من شوي تحت الهواء انه كانت تنعرض 6-7 اشهر وسنه. هلا بتحمل المسرحيه اذا مسرحيه ناجحه بتحمل، بس المشكل ما في مسارح يعني، ما في كتير، في 3 مسارح ببيروت ولا افتتح واحد جديد ببرج حمود. هلا في مسارح كتير بس الناس ما معوده تروح عليها لانه او بمدارس او بمجمعات مثقافيه الى اخره. بس المسارح يلي بتروح عليها عادي يعني مثل المونو والتورنسول والمدينه هون هن ثلاثه. بس ليش مش بنفس المسرح بالضبط؟ لانه اذا مثلا بتشتغل سنه بمسرح المونو مثلا ما. يعني في عندك 12 مسرحيه مش حيقدروا يشتغلوا يعني. يعني عم بتعطي شانس لشخص واحد او 4-5 حسب المسرحيه يعني. ما فيك تسكر مسرح هلا لمده هالقد طويله. لا. لانه ما في بديل. مسرح مونو مسرح واحد؟ مسرح وربع. مسرح صغير. يعني انا الكبير والمسرح الصغير ال 56 كرسي يعني. بقى مشان هيك هلا مثلا كيف في عندنا مسرحيات فيها تقعد شهر وشهرين. يعني انا مع انه يبلشوا بالكبير ويصيروا بالصغير يعني حتى شوي تستمر يعني. كان في من فتره مسرحيه توك توك كانت ناجحه كثير وحبيتها انا. يعني كانت انا بحسها بتحمل اكثر يعني بعد انه تنعرض يعني. بتختاري المسرحيات في مسرحيات بترفضيها؟ اكيد اكيد في عندنا نوعيه معينه من المسرحيات بدنا نضل على مستوى يكون يعني مستوى الببليك يلي بيجي لعنا. نعم. فأنا عندي بروغراماسيون برنامج يعني كتير مدروس خلال كل السنة يعني. مثلا هلأ بكريسمس في نوعيات مسرحيات مختلفة يلي هلأ بدها تجي بخلال الربيع يعني. نعم. بيتغير حسب الموسم كمان. نعم. المسرح. برونو شو دور المخرج المسرحي يختلف عن طبعا مخرج الدراما والتلفزيون؟ وانت عندك خبره تلفزيون قبل كمان شاغل كذا سنه بالجديد يعني. بس صح. انه دوره بيتدخل بكل التفاصيل، له حق حتى يفوت بتفاصيل النص يعني من الاول للاخر. كيف ببلش شغله المخرج للمسرحيه؟ بتعرف الماريونيتيست يلي بيحرك الشخصيات. نعم. المخرج مش بس بيحرك الشخصيات، المخرج بيعطي رايه بكل شيء. اكيد اذا اليوم في منتج بده يصير في نوع من حكي مع المنتج. نعم. مع الديكوراتور، مع الديزاينر تبع الكوستيوم، انسي دو سويت، مع كل العالم يلي بيشكلوا مقومات لحتى نوصل لهالمسرحيه. نعم. بافضل حال، لانه اليوم المخرج بده يعطي رايه بكل شيء. يعني هو مش بس له علاقه مباشره بالممثلين. نعم. ولكن كمان نحن حتى. نعم. كثير محلات انا بخلي مساحه كثير كبيره للممثل كمان يعطي رايه. نعم. لانه كلنا عايشين على هالمركب هيدا، على هالسفينه هيدي، قديش نحن بنحسنها بيكون في يعني تحسين لكل العمل. مش انه ديكتاتوريه وحده، انه بس منتج بيقول هيك وخلص الموضوع، لا، نحن هون كلنا فنانين. نعم. وكل واحد بيفهم بشغلته، ولكن
بالاخر بيطلع قرار انه هيدا افضل للعمل، يعني نحن كلنا اذا بدك خدام للعمل، وهذا بقول لهم اياه انا للاكيب. انت اخترت الكاست؟ اكيد. على اي اساس؟ اساس الادوار يلي موجوده. نعم، يعني اساس الادوار اللي موجوده حلو يعني. لا لا، انا بهمني الاداء قبل كل شيء. نعم. يعني بيخدم النص او ما بيخدم النص. نعم. وبالحقيقه هون صار عندنا كثير مش مشاكل، بس تاخرنا كثير لانه في مواصفات كثير دقيقه. اول شيء مسرحيه بالفرنساوي ما ذكرنا. نعم. ما ذكرناها. اثنين، في عندنا اللوتان ما ممكن يكون بطولي وبطولك. بده يكونوا يعني احجام. اوكي فهون يعني بده يكون بعدين قبل الظهر ديسپونيبل، يعني حاضر قبل الظهر للمدارس، لانه عندنا حفلات مدارس. طبعا. وبده يكون بعد الظهر لحفلات الجيشي عادي الاولاد مع اهلهم. فهون بندخل باطار كتير ضيق، وبده يعرف فرنساوي، هيدي شغله طبيعيه، بده يمثل بفرنساوي. وهن 10 على المسرح. ايه يعني 10 على المسرح. نحن كتار. وبعدين بده يكون عنده ديناميس، لانه اللوتان يلي هو انا بسميه ديابلوتان، او هذا اللي بيساعد بيرنويل، يلي هو على طول حرك وعلى طول يعني بده يتحرك بسرعه وعنده ديناميك قويه، فكله هيدا. نعم. بدك تاخده بعين الاعتبار لتعمل كاست. نحن كتير تعذبنا بالكاست. نعم. يعني ضلينا شهر ونص. يا جوزيان دخيلك بركي بتشوفي جامعات، بركي بتشوفي كذا، ساعدينا لنجيب، لانه عملنا 3 كاست مش قليل. لا، هن من الجامعات مخرجين 3 ارباعهم. يعني انا ضليتني شهر ونص انزل لخلصت الكاستنج. شهر ونص رايح جاي على المونو، يعني الكاستنج اخذ معي شغل اكثر مسرحيه. بس الكاستنج كثير حلو عن جد. الكاست توفقنا فيه عن جد. الشباب والصبايا عم بيعطوا من قلبهم، يعني اللي حلو انه اخذوا دورهم بجديه، مش انه لانه مسرحيه للاولاد بدنا نلعب كيف ما كان، بالعكس. وهي النص كثير سريع لانه للاولاد، منه ما في بطء ابدا، النص كثير سريع. وهيدول الكاركتير الاربعه، يعني اللي هن الشرطه، اللوتان الشرطه تبع بير نويل، انا مغرومه فيهم من 17 سنه. ادمنهم خوتين وحركه وحركه. والحلو مع برونو انه عرف ياخذ هالحركه اللي كتبتها ويترجمها وحطها على المسرح. ويترجمها. يعني جوزيان، هل بتهتمي بمسرحياتك اكثر؟ يعني هلا رح تطول اكثر ولا كيف؟ لا ابدا. نو ما في واسطه. لا، او بشتغل مثل كاني حيلا زبون. قد ايه رح تضل على المسرح؟ نحن رح نلعبها كل شهر ديسمبر، لانه يعني هو تيكون في يمكن مناسبه بتحمل انه تطول اكثر، لانه هلا شهر مسرحيات عم يقعدوا شهر. في كثير مسرحيات تقعد شهر. نعم، عم بتكون مفول منو؟ الحمد لله. هلا كجمهور عم بيفول حسب المسرحيات اكيد، بس انه لهلا ما في اي مشكل. كل المسرحيات عم تجذب عالم كثير. نعم. وعم نمثل يعني من تقريبا من التنين للاحد، يعني من يعني نون ستوب. يعني هيدا اللي عم نشوفه، انه عم يكون حتى التنين قبل كان التنين فرصه، هلا عم يكونوا شغالين كل الوقت. مظبوط. وثلاثه واربعه، يعني مثلا هلا الثلاثه واربعه عندنا وصفوا لنا صبر، بعدين في فؤاد يمين بخليها بيناتنا عم بيفول كمان. نعم. بالصاله صغيره في شيء مثل الكذب. نعم. يعني الجمعة في عنا 3 مسرحيات، وبكرة في عنا مسرحية ببلاش للجمهور. نعم. هي نوع من الشو الياباني. نعم. يعني ما عم بيوقف المسرح وكل الوقت مفول. نعم. شو رح يشدنا بالمسرحية برونو؟ يعني شو اللي ما رح يشدنا بالمسرحية؟ والله يعني نحن عنا 5 أغاني، عنا 5 رقصات، عنا 3-4-5 ديكور. عندك اللوتان يلي ما بيهدوا، أنا قلت لهم أول ما بلشنا بالتمارين، قلت لهم السيلكون رح يوصل على الارض باخر العرض، ما صدقوني. اجى نهار قالوا يعني تشكوا بطريقه. الجمهور ولا الممثلين؟ لا لا، الممثلين. ممثلين فيها تعب يعني. اجوا قالوا له يعني مدام جوزيان الشغل حلو بس عم نهلك. قلت لهم انا قلت لكم انا ما غشيتكم. ماشي، يعني مسرحيه ساعه تقريبا، مثل المنخ، مثل شو اسمه التوبي، مثل ماشي ركض ركض ركض. فاليوم بين الموسيقى، بين الديكور، بين الساوند افكتس، بين اذا بدك الامبيونسات، لانه نحن عم نخلق امبيونسات من كل مشهد ومشهد. في اللوكيشن، هن اغاني 3 ارباع تبع نويل، تبع نويل يعني جديده اكيد. رح يحفظوها لانه اكيد مضمون. بس البقيه كلهم لهم علاقه بنويل، يعني اغاني معروفه كثير الكلاسيك تبع نويل. وبعدين اللوكيشن يلي نحن بنغير من محل لمحل الديكور. بيجبرنا نعمل امبيونس جديده. يعني ما في شيء جاي اذا بدك هيك لزقه على المسرحيه. او لحتى نعمل شيء لنبهر، ما في شيء، نحن عم نعمل الشغل يلي مطلوب. يعني منها. انا بدي اقول انه اجتماعكم مع بعض مش صدفه، ومش رح يكون نتيجته الا ايجابيه جدا. طبعا برونو اسم
يعني بنتشكرك على شيء خاص بالعيد، بحاجه نحن لهذا التنفيسي، وثانكيو لك على كل التنفيسيات اللي عم تقدميها. اتمنى كمان تشتغلوا مع بعض بس اوقات المسرحيه نحن المسرحيه بتبلش للجمهور باثنين الشهر هلا نهار الجمعه، بطاقات عن مكتبه انطوان او بالمسرح اكيد، ورح نلعب اوقات ماتيني الساعه 11:30 اوقات الساعه 4:30، يعني كل التفاصيل بلوى عن انطوان اونلاين مستمره كل شهر ديسمبر، كل شهر ديسمبر لانه هلا بيكونوا فرصوا الاولاد ويجوا يتسلوا مع اهلهم، وانا بوعد الاهل انه مش رح يزهقوا ولا تكه. يعني هيدا بيعطينا امل بعوده المسرح، وبعد في رواد كتار للمسرح مثل ما بعرف من جوزيان، يعني عم نشوف انه مسرح مونو عم بيكون مفول، وان شاء الله بعوده كل المسارح بلبنان انتم بتكونوا مبسوطين إن شاء الله. طبعا أكيد. لانه بتعود الحياه وانا بخفف الشغل عليك مباشر. ان شاء الله بيزيد الشغل عليك. ثانك يو جوزيان، ثانك يو برونو، ميرسي لك، ميرسي لكم، ميرسي.